ما وراء الأفلام مع محمود النجار على العربية بودكاست. لو بنتكلم عن واحد من أهم 100 شخصية في القرن العشرين، متخيل أهم صفة فيها تكون إيه؟ الإجابة في كلمة واحدة، الإصرار. الإصرار هو تيمة حياة ري كروك أو مؤسس ماكدونالدز ومحور فيلمنا النهاردة، الفيلم اللي بيحكي عن قصة بدأت باستمرارية السعي وانتهت بحتمية الوصول. أنا محمود النجار، والنهاردة هنتكلم عن ما وراء فيلم The Founder. The Founder هو فيلم سيرة ذاتية عن ري كروك، رجل أعمال خمسيني حياته مستقرة وهادية، بس مش كفاية بالنسبة للشخص اللي هيبقى الشريك الأهم في سلسلة مطاعم ماكدونالدز، واللي هيختار لنفسه مسمى المؤسس أو The Founder لماكدونالدز. ري، واللي بيلعب دوره مايكل كيتن، كان عنده حاجتين مهمين جداً في حياته، العمل والإصرار. حبه للعمل بيظهر من خلال المشهد الافتتاحي اللي اختاره المخرج جان هانكوك لري وهو بيحاول يبيع خلاط ميلك شيك لصاحب مطعم وجبات سريعة. الإصرار بيظهر طول الوقت، سواء في خطاب تحفيزي عن الإصرار ري اللي بيشغله في قطه بعد يوم عمل مرهق وغير موفق، أو في المشادات ما بينه وما بين زوجته وهي بتقوله When is enough for you؟ وهو بيرد عليها وبيقولها Honestly, probably never. والصفة دي تحديداً في ري كروك هي اللي هتنقل ماكدونالدز من مجرد مطعم ناجح أبهر ري أول مرة شافه لماكدونالدز اللي محدش في العالم النهاردة ما يعرفوش. الصدفة اللي وصلت ري للأخوين ماكدونالدز كانت طلبية للشركة اللي ري شغال فيها بست خلطات ميلك شيك، وده كان شيء غريب على ري، لأن أول شيء بتشوفه في الفيلم إن ري مش قادر يبيع أي خلطات ميلك شيك لأي مطعم أصلاً، فبيتصل يتأكد من الطلبية، ولما بيأكدوها بيروح شخصياً يشوف إيه المطعم ده علشان يقف قدام أول مطعم لماكدونالدز. ري بيشوف أكتر من حاجة غريبة سواء وهو قدام المطعم. أول حاجة مفيش أي ويترسز نادلات ياخدوا منه الأوردر، تاني حاجة في طابور قدام المطعم، تالت حاجة بيطلب طلبه وبيستلمه في خلال 30 ثانية، ورابع حاجة إن مفيش مكان يأكل فيه. كل شيء من دول خلاه يسأل في كل مرة المفروض أعمل إيه؟ أكل إزاي؟ وفين؟ وإيه السرعة دي؟ كل سؤال برضو بيتجاوب من رواد المكان أو للأشخاص جوه المطعم، لأن كلهم هنا عارفين النظام خلاص. وكل ده حقيقي فعلاً، أول مرة ري شاف فيها مطعم ماكدونالدز كان بسبب طلبيتهم من شركة برينس كاسل لخلطات الميلك شيك. وبالمناسبة شركة برينس كاسل لسه موجودة ولسه مسؤولة عن توريد خلطات الميلك شيك لماكدونالدز. ري بيطلب طلبه وبيقعد على كرسي وبيأكل في رأيه أحسن برجر على الإطلاق. ووقت ما هو بيأكل بيقابل ماك ماكدونالدز، واحد من الأخين ماك، ولما ري بيعرفه بنفسه وأنه مورد خلطات الميلك شيك، ماك بيرحب بيه وبيسأله لو مهتم ياخد جولة في المكان، علشان ري يقابل أكتر شيء مبهر في حياته، المطبخ ونظامه والسرعة والجودة، وكل ده بيتم في 30 ثانية بس. انبهار ري خلاه مهتم جدا يعرف القصة ورا المعجزة الحية دي، والأخين ماك ما بيمنعوش خالص، وبيحكوا ري قصة حلم أخين وصلوا من اللاشيء لمطعم من أنجح المطاعم وقتها، وقصتهم بتبدأ بداية مثيرة للاهتمام قوي، لأنهم في الأساس ما كانش حلمهم المطعم، كان حلمهم هوليوود. بس الأخين كانوا واقعيين شوية وبيفكروا كويس قوي، فلما حلمهم بهوليوود ما نجحش بما يكفي، دوروا على أقرب شيء ناجح حواليهم، والشيء ده كان عربية هوت دوغ. هنا ده كان تمهيد حلو قوي في القصة لشكل النجاح ورحلته، وانه مش بالضرورة يعني بيتحقق في حلم الإنسان الأول. فمن حلمهم الأصلي لعربية الهوت دوغ عمل واحد من أنجح المطاعم وقتها. وعلى عكس ما بيظهر في الفيلم إن كروك هو أول شخص يخليهم يفتحوا مطاعم بحق الامتياز، في الواقع هم كان ليهم 8 فروع مختلفة بحق الامتياز، يعني ناس غير الأخين بيفتحوا مطاعم بتتبع نفس نظام ماكدونالدز وبتحافظ على المعايير اللي الأخين عملوها بنفسهم. وزي ما كان حلمهم إنهم ينجحوا بغض النظر عن شكل النجاح، كروك برضو كان زيهم وشاف في مطعمهم نفس اللي شافوه في عربية الهوت دوغ، فبدأ يعرض عليهم إنهم يزودوا عدد المطاعم بحق الامتياز. في الفيلم بيرفضوا في الأول، بس في الواقع الأخين ما كانش عندهم أي مشكلة مع الفكرة، ومشكلتهم الوحيدة كانت إنهم محتاجين ناس تانية تدير الموضوع عنهم. في الحالتين الموضوع بيخلص بموافقتهم، وبتبدأ رحلة كروك للصعود لقمة النجاح. بس النجاح مش سهل، وحماس ري هيوقعوا في مشاكل مختلفة معهم ومع البنك بسبب القروض اللي هيطلبها علشان يوسع مملكة ماكدونالدز اللي هتتوجه حسب مجلة التايمز كأحد أهم الشخصيات في القرن الواحد وعشرين. بس طالما إحنا بنتكلم عن شخص ناجح في وقتنا الحالي، فأكيد هيلاقي طريقة يخرج بيها من المشكلة دي، والطريقة دي كانت هاري سانبورن.
اللي هيبقى أول رئيس ومدير عام لشركة ماكدونالدز. هاري كان معجب جداً بمطاعم ماكدونالدز وما كانش قادر يفهم إزاي ممكن يكون شخص جزء من المطاعم دي عنده مشاكل في تسديد القروض. وقتها بنعرف إن كراك كان متحمس زيادة للفكرة لدرجة إنه مفكرش كفاية في هو دوره إيه أصلاً في ماكدونالدز. هاري بيشرح لكراك إنه اختار الفكرة الصح بس الوظيفة الغلط، وبيقول له إن المنطقي إن هو يبيع الأرض اللي هيتعمل عليها المطعم مش فكرة المطعم، والفكرة دي هتنقل كراك من شخص بيعمل شيء ناجح بس مديون لشخص ناجح وبيحقق ثروة مذهلة. زيادة ثروة كراك وحبه للنجاح هتتعارض مع الأخين ماك في نقط معينة، وده اللي هيخليه جاهز أخيراً للانفصال عنهم، وده هيحصل بأنه يشتري اسم ماكدونالدز، والبيع هيتم بمليون دولار لكل شخص منهم مع الضرائب، زائد مطالبتهم بواحد في المية من أرباح ماكدونالدز سنوياً. وفي الواقع ده شيء هيحصل بدرامية كبيرة جداً جوه الفيلم، والدراما مناسبة لشكل المشادات الحقيقية بينهم. فمثلاً الأخين ماك حاولوا أنهم يحتفظوا بالمطعم الأساسي بتاعهم من غير موافقة كراك، فكراك حرمهم من الواحد في المية أرباح، وكتب عن الموقف ده في كتابه أن الأخين لو كانوا استخدموا أوراقهم صح كانوا هيعيشوا بثروة ضخمة. ده غير أن في الواقع أن ديك وماك ماكدونالدز كان عندهم ردود أفعال مختلفة على تصرفات كراك، فديك بعد ما صفقتهم تمت سافر وكمل حياته، وكان كل مشكلته أن كراك كان بيعامل نفسه على أنه المؤسس أو the founder، بينما ماك عاش 10 سنين مش قادر يتخطى ولا جيت أوفر حزنه على ماكدونالدز ومات بسبب ضغط الفكر عليه. نجاح كراك كان في مثابرته وفريق عمل، من غيره ما كانش هيوصل بما يكفي ليه. الفريق المدهش ورا ماكدونالدز النهارده بدأ بحلم أخين وطموح كراك وفكرة سانبورن، ده غير الشخصيات زي فريد تيرنر وجون مارتينو سكرتيرة كراك من وقت شركته الأولى، واللي هتبقى بسبب ماك أول امرأة مسموح لها بالتجارة في البورصة. الفيلم بشكل عام خفيف وسريع، كان وجبة سريعة بس في دراما بقدر مناسب جدا بتظهر في الشد والجذب ما بين الأخين ماك وتوتر رحلة صعود وأحياناً هبوط كراك. كمان الفيلم ركز على كراك رجل الأعمال اللي بيشوف الأشخاص والأفكار أشياء أكبر من الممكن تظهر للأشخاص نفسهم. فبعد بيع اسم ماكدونالدز لكراك، ديك ماكدونالدز بيسأل كراك أنت ليه ما سرقتش الفكرة؟ أنت شفت شكل المطبخ وشفت كل أفكارنا وعرفت قصتنا من أول يوم. فكراك بيقول له أنه أكيد مش أول شخص يدخل المطبخ ده، وأكيد غيره حاول يسرق فكرتهم بس كان واحد منهم نجح. كراك كان عارف من أول يوم أنه هيشتري اسم ماكدونالدز وأن نجاحهم كله في اسمهم نفسه، علشان الناس بتثق بصعوبة في الأفكار الجديدة، بس ماكدونالدز كان كسب الثقة دي خلاص، فبقى إيه الأسهل، يبدأ من بعدهم ولا يبدأ من الصفر؟ الفيلم عموما مر بظروف تصوير استثنائية في وقت تصويره، فكان بيتصور في وقت أقل من المعتاد علشان المخرج جون هانكوك كان محضر كويس جدا للفيلم وما حاولش يستخدم أي وقت زيادة في أنه هو يعيد تصوير مشاهد كان موافق عليها. والفيلم حقق النجاح المتوقع ليه وترشح لخمس جوائز مختلفة، قدر يحصل منهم جائزة أفضل ممثل لمايكل كيتن في كاربي أوردز. دلوقتي هل أنت شايف ري كراك رجل أعمال ناجح قدر يستخدم كل الورق لصالحه، ولا شخص احتال على فكرة مش بتاعته وقدم نفسه بيها للعالم؟ هستنى رأيك واستناني الحلقة اللي جاية في حلقة جديدة من بودكاست ما وراء الأفلام علشان نحكي عن ما وراء فيلم جديد بمنظور مختلف، منظور ما وراء الأفلام.